الاستغلال الامثل للانسان والموارد. فانا قلت اكيد انتوا عندكم يعني ابار غاز ما حدش عارف عنها حاجه، مناجم ذهب اللي هيتم اكتشافها والاعلان عنها، يعني بنيتوا هذه الرؤيه بناء على ايه؟ ايه المقومات اللي خلت حضرتك النهارده وانت مبسوطه وكلك تفاؤل وواثقه من اللي انت بتقوليه، بتواجهي المواطن البسيط اللي عنده ارتفاع في كل اسعار السلع الاساسيه، اللي عنده مشاكل اقتصاديه بيعاني منها، انك بتقولي له انت اطمن احنا عندنا الموارد او عندنا الضمانات اللي هنقدمها لك كمواطن عشان تقدر تتحمل مع الدوله الفتره اللي جايه. الضمانات اللي هتقدميها المواطن، احنا هنقول له انه في فعلا في موارد وفي فرص كبيره جدا في قطاعات كتير جدا جدا من او الانشطه الاقتصاديه الكتيره الواعده زي ما بنقول، لكن بشرط حاجتين علشان ما نبقاش فعلا بنتكلم بقى بشفافيه وصراحه وفعلا نقدم ضمانات. ما نقدرش نحقق المستهدفات اللي احنا بنتكلم عنها الا اذا كنا هنشتغل بطريقه مختلفه، والطريقه المختلفه دي هي اللي فعلا ابتدينا بيها. كل الاصلاحات الاقتصاديه اللي بتتم في الوقت الحالي واللي هي فعلا يعني صعبه وتاثيرها كبير على المواطن، دي بدايه زي ما بنقول بدايه طريق الاصلاح فعلا، ودي طريق على القطاع الخاص اللي حضرتك اشرتي انه هيكون ركيزه اساسيه لوصولنا لهذه المرحله. مظبوط، يعني عدد كبير من الاصلاحات اللي تمت موجودة فعلا في الاستراتيجية وكانت مستهدفة، لأن احنا بنتكلم على مشاكل متراكمة بقالها سنين طويلة الحكومة الحقيقة واجهتها بشكل يعني في شكل خطة، والخطة دي معروف مداها، مداها الزمني معروف ايه الإجراءات اللي هتتم. مهم جدا كمان التنسيق ما بين السياسات المختلفة، ومهم كمان التتابع الزمني للإجراءات اللي هتتم. 13 سنة ده مدى زمني يعني معقول، مش قليل، هم 14 لأن السنة اللي فاتت احنا ابتدينا نشتغل وفي حاجات كتير من خليتهم 13 عشان سبقنا في 2017، لكن الحقيقه احنا ابتدينا من اول ما وضعت الاستراتيجيه واعلنت ابتدى العمل فعلا، وفي امور كتير تحققت وهيتم الاعلان عنها قريبا ان شاء الله في يعني في مع الحكومه الجديده، بغض النظر عن مع مين، لكن هيتم طبعا يعني في اطار اعدادنا للخطه الجديده هيكون في تقرير بما تم انجازه بالفعل. ايوه، بس المؤشرات اللي حضرتك ممكن تعلنيها للمواطن، ممكن نقول له اطمن احنا بناء على ان احنا موجودين على ارض الواقع عندنا 1 2 3 4، المستقبل بيقول هيحصل 1 2 3 4. تمام، اولا احنا لما بنتكلم على حاجه زي معدل النمو، الناس اتعودت تسمع علشان ما نقولش يعني حاجات كتير صعبه للفهم. معدل النمو احنا كنا قبل الازمه العالميه في 2008 كنا بنحقق معدلات نمو وصلت الى 7 واكثر من 7% كمان. بعد كده حصلت الازمه الاقتصاديه العالميه ونزل معدل النمو تقريبا لحوالي 5%. طبعا وقت السنوات اللي هي سبقت 2013 كانت كلها طبعا مفهوم الاسباب كلها ادت قبل 25 يناير 2000 قبل الثوره كان الحكومه بتعلن وقتها ان معدل التنميه اقترب من 8%. معدل النمو كان فعلا في حدود يعني اكتر من 7.1 او 7.2%. فكون اننا بنتكلم على متوسط لهذا ال 7% خلال ال 13 سنه القادمه، فاحنا ما بنقولش حاجه صعبه، حاجه كانت بتتحقق قبل كده وما أيوة زال ممكن. حاليا احنا معدل النمو كام؟ معدل النمو اللي اتحقق في سنه 2015-16 4.3%، مستهدفين ما نقلش عن 4% ايضا في ظل هذه الظروف اللي موجوده. بس ده مش معناه يعني انه مستهدفين ان احنا ممكن نقل، يعني انا قلت مش اقل من 4، ان شاء الله نعمل اكتر من 4، لكن ان شاء الله كمان مش بس كده. خلينا احنا بنتكلم على 16-17، لكن نتكلم على السنين اللي تالي ذلك بعد ما يكون ادينا فرصه ان كل الاصلاحات المطلوبه تتم بالفعل، وايضا نستغل زي ما قلت ان انا لسه يعني في اجراءات اخرى هيتم او يعني اتكلم عنها خاصه بازاي نقدر نحقق الاهداف دي. فبالاضافه الى ان مش صعب ابدا ومش صعب خالص ان احنا نحقق المستهدف اللي هو في المتوسط خلال ال 13 سنه ان احنا نعمل معدل نمو 7%. تعويم الجنيه كان من ضمن قرارات الاصلاح؟ احنا كنا بنتكلم على انه لازم يكون في اصلاحات ماليه ونقديه تواكب تحقيق وهيكليه ايضا علشان نقدر نحقق بها المستهدفات دي.
لكن خليني كمان اقول لحضرتك انه احنا محتاجين امور اخرى. اولا في زي ما قلت ان في عدد كبير من القطاعات الواعده اللي احنا بنتكلم عنها. عند حضرتك مثلا احنا بنامل اننا نزود من طبعا مساهمه النشاط الصناعي ككل في الناتج وفي النمو، اننا نعتمد على القطاع الصناعي مساهمته قليله، عايزين نساهم في انها تزيد بشكل كبير من خلال مشروعات كتير جدا، من خلال ترفيق لمناطق صناعيه، من خلال طرح لمناطق صناعيه جديده، اهتمام زي ما قلنا بالمشروعات الصغيره والمتوسطه، فكل ده هيدعم القطاع الصناعي. ما تنسيش حضرتك قانون الاستثمار الجديد، في خطه لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه، كل مشروعات البنيه الاساسيه، المشروعات اللي بنسميها القوى القوميه. بس كل ده على ارض الواقع حاليا المواطن مش عايزه اقول يعني بيشوف عكسه. في اجراءات كتير بتتم، يعني ما ناخدش بس فقط اللي هو مرتبط بارتفاع الاسعار، ولو ان ده موضوع مهم وبيمس المواطن وما نقدرش نغفله ونقول ايه نسيب دوت ونتكلم على الحاجات اللي هي اللي فيها جانب مشرق فقط، لا يعني ده وده. احنا بنقول انه الاجراءات اللي تمت كانت اجراءات محتاجين لها علشان تصحيح امور كتير. زي حضرتك طبعا انا ما اقدرش اتكلم الا بارقام، فاحنا هنفترض حتى ان في يعني ما اعتقدش ابدا ان القطاع الخاص كان سعيد ابدا في الفتره اللي كان فيها اكتر من سعر صحيح. فلازم يكون في سعر صرف موحد زي ما قلنا انه حصل ارتفاع، لكن ده الارتفاع ده مش هيستمر ومش هي دي القيمه الحقيقيه له، فهيحصل في الفتره اللي جايه. طول ما الحاجه الهامه بقى اللي لازم نعملها فعلا هي اننا نزود من لازم نزود من انتاجيتنا، القطاعات المختلفه لازم تزود من انتاجيتها، سواء انتاجيه العمل من خلال طبعا برضو الاستراتيجيه فيها جزء كبير جدا بنتكلم على تنميه القدرات، ازاي ان احنا ننمي قدرات الشباب وان احنا نطور في سوق العمل بحيث ان هو يعني يحصل فيه زياده في المعروض من العمل، لكن ايضا كمان يكون لما يبقى في زياده في الطلب على العمل يكون في هذا العمل المؤهل اللي هو يقدر يستجيب لهذا الطلب. بالاضافه زي ما قلت انه المشروعات الكبيره اللي بتستغرق وقت اللي هي خاصه بالبنيه الاساسيه بتستغرق بعض الوقت، وبعد كده بنلاقي انه بتساهم بدرجه كبيره في النمو، وبعدين لانه بيبقى فيه زي فتره لاج ما بين اللي يحصل النمو وبعدين يحصل التشغيل. اول ما يحصل النمو يحصل التشغيل تبتدي الامور زي ما قلنا انها تستقر اكتر، مش معناها برضو تاني ان احنا على 13 سنه، انما زي ما قلت انه تدريجيا هيحصل المواطن يشعر بدرجه كبيره بتحسن في الخدمات. حضرتك اشرتي للصحه، طبعا في برضو يعني الاستراتيجيه بتأولت اهتمام كبير جدا بالخدمات، سواء الصحه او التعليم او الخدمات اللي بتمس حياه المواطنين، من خلال الحياه ثلاث محاور رئيسيه. المحور الاول هو اتاحه الخدمه اصلا، ان الخدمه تكون متاحه للمواطن. الحاجه الثانيه انها تكون في بجوده تتناسب مع طموحاته ومع حقه في انه يحصل على الخدمه، مش بس انها تكون متوفره انما كمان تكون متوفره بجوده عاليه. الحاجه الثانيه هي الحوكمه او ازاي اداره القطاعات المختلفه بحيث ان احنا فعلا نحقق كفاءه في هذه الخدمات. ف يعني على صحيح بنهتم بجانب الاقتصاد وبجانب زياده النمو، وده يمكن بيصاحبه بعض الاجراءات الصعبه شويه علشان نقدر اننا نعالج المشاكل الهيكليه الكبيره اللي بنعاني منها، لكن في نفس الوقت ايضا بنهتم جدا بالخدمات اللي هي بتمس حياه المواطنين، وايضا انه بمساله العداله الاجتماعيه، واعتقد ان المواطنين كلهم يعني عندهم شعور باهتمام الدوله بالملف العداله الاجتماعيه من خلال كل البرامج اللي هي مشروعات وزاره التضامن والتكافل بالظبط كده، البرامج اللي بتقوم بيها وزاره التضامن، مش بس تكافل وكرامه لكن المعاشات، ايضا كل الاهتمام بذوي الاعاقه، بالمشروعات الخاصه بالعشوائيات وتطويرها. اعتقد دي برضو من الامور اللي يعني تعطي ولو طمانينه وامل شويه للمواطنين انه مش هيبقى دايما مجرد بس اجراءات على الناحيه الاقتصاديه دون اهتمام بالنواحي الاجتماعيه الاخرى. هو سؤال